والله هو كاسي ولا هو من قبنا نحضر نجي شعب الصوماليات كارها شعب الصوماليان والله إذا معنا ما أذيع الحسين سيد وكان سيد إن معنا أذيع قايس معه إن هو الصومالي ليش تكتي وعارف يعني وايد دولة أنديار قرومين دولة ما نقارش وحقيقة أنت هاي قول وحقيقة أنت هاي أرنا دولة نكسنا حقيقة أنت هاي ساعده إن دافع هاي دولة الصومالية وحيلة سود كل مركب سيدا خوف فربضنا وسوق شرة نوعية كل دول كاسي أو كوس أو حرفة إذا كده مجال هذا مكتشف هو كان هي شعب الصومالية دخل إذا كده ليه هذا الحين فربضنا هاركم إذا شعب كم مجال هذا مكتشف والله هذا لي تلفشين كسي بي إيه هي كده تي حركتية كل دول والله هو كاسي ولا هو من قبلنا نحضر نجي شعب الصومالية كارها شعب الصومالان ولا أسوأ إن وضعك ده قال الله سجل لنا يو هذا وقوي نقطية هذا كفر نقطة ما كولا عبان قبنا هو كحري سجل صابت هو وده حفاظة كده حياة توبي يو سوماليا ما كده ولا كورد ما يلا لنا كلا سوماليا مصر وي توبي هو سيان توبي سوماليا هو سيان ما كده سنة واحد كده لا تاي مكين مصاب بيها عبيو مصاب هاي لكده مسجين أي توبي أنا كاسو وحقيم إن مكا مصر أي سيستو سوماليا أي هو سيستو على ذلك أنا بتهي أي مصر سي سوماليا مكا حلو لك هرا هو كاسي وحمي شيء غير أنا بقولك هرا هذا ما إن ده سوماليا كسر شيء ده هو بيتوبي هو ودمه ده مكان سعيد أفريقيا هو ودمه ده كميت هاي مكا مصر أنا ود بيرجع هذا ودمه ده عرضها ودمه هو ودمه أي هاي لكن مكا ودي ده ما مغطى صابتها ولا له فلسطين بعد الواحد سوق يا قصة ما كده هو هيسا مو أولا هيسا مصر يهودي كإلا هي فلسطين ما كده حنا لا مصر دولة مصر حنا لها هو الصومالي السين إنسان واحد يك واحد يديك أربعة هي بدن ولا له فلسطين دي فلسطين في عنا الله والله إذا معنا ما أذيع الحسين سيد وكان سيد إن معنا أذيع قايس معه نمدو وقتا إنه صومالي بناي ودن بناي حر بناي ملح بنام بناي وحير من كيسة كنا عادي إنه هو كان سنة قاعد كيسة ديال كيسة معنا ما إنه ديال قاعدنا لكن ودن كستا أو دولة كستا أو بسن أو يعني إنترناشونال دولة يعني عالمية حق الحلا إنه واحد كستا كستا مركز دي إنه كيسة معنا ما إنه الدولة قاعدنا أما عد صومالي ده عد كرو أجنبي يعني حيلا لكن نمدو حاول هو حاول يجلس واحد إنه ودن كان ودفع قرن من الأول عليه أنا أروح ما أركين واحد وين تاعي كلي أروحهم الدولة سوت تي الدولة بارة ودم بارة مركا واحد وين أو يعني دلوقتي تاك مجرم إنه هو بالله سدوا شعب كفار يا جرو ولا حلو من خطر شنو هو ومن تكلي أنا عن هذا عن سنة واحد جل تذكر جل جولا إن بنت لان يو جولا سوقي سومال لان إلى جولا ده حق الجود يومي إبقاروا حي عم يسوي إنه هو كوتش ده دولة الصومالية ولي بقاران هو كوتش ده حنا كوتش ده إن أيهين إن قبلوا ده بعدين الشعب الصومالي أما هو الركر أما دولة ده مستمع لك نسوي كله في الوقت لكن الفكرة ده أصلا عاصفة الفكرة ده يعني عن واحد كجرم يعني واحد فكرة يعني قف مسؤول أو موادنا ويعني فانسن دولة ملو حتى قف مقال معه عديد دولة ده يقبل سدكتو يعني هالك قرية كوتش ده حنا كوتش ده وحلو لا لك رجال كعي بوساس إلا هرجيس إلا بسمرات لا بلد وين يعني قرية كسر الحمر كسر معنى سمع إن هو الرأي دكتور الصومالي في مدة وحوي إن يعني دولة الصومالي أي ود لا يحس كي على سو أنا سكر عبي دكتور يعني فكرة نوع يعني شيء إن هو كسر الحمر كسر ويا يعني هو بلو الرأي مدة الصومالي وحنا ويا لنا إما إن هو دفع معنا حلو ويا لا يسأل عن سنة يعني وأنا سير صح وجرت دولة يعني شعب كذا ورتو شعب كذا اللي سو شعب كذا يعني دباسي سام إلا هنا إذا سمعنا أرد دولة هنا أنا كشعب كذا ناي dowladu meesha ugu gaamisaayaan anakuna ku raacayna hadii dalka qashashadiisu waabtay dalkana wala kala jibiyo maamulka loo kala jibiyo qabiil qabiil loo kala jibiyo hadii dowladu ay leedahay qoladii dadkii lagu soo xadgudbay ama dowladdu lagu soo xadgudbtay ama Itoobiya haato hada inkasta Itoobiya hada u badan tahay dowlad aan asayno ama dowlad kale ha aadaane dowladu ay dhahdo wax iska celinayna ama waa weerareyna ama si kalaan iska celinayna hadan ugu soo qaado anaka diyaar ayaan u nahay inaan iska celino wixii xadgudub ku wada wadanka dowladana aad iyo aad ugu mahad celinayna cid walba oo aan ilaaha Soomaaliya taageeraysa ama hubaan ugu taageerto ama dhaqaalaha ugu taageerto wax walba ahaataba waxaan ka doonaynaa dowladu inay soo dhaweeyso noogana soo qaado cid walba waxay noo gashaa deena hubka Soomaaliya la soo dagtay وعارف يعني واي وعارف مرة حتى على قريب إني لسه دكتور
هذا هو الشمالي في سلطان وقال وفر هذا هو شرع على النذير في